مشاهدينا، وللحديث عن تظاهرات الخريجين والتدريسيين في العراق معنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي العزيز. نحييكم دكتور. إلى نشرة بانوراما الرافدين، لجنة التعليم العالي البرلمانية تقول أن 30% من حملة الشهادات العليا في العراق اليوم هم يعانون من البطالة. ما المبرر لاستمرار هذا الواقع الذي يعيشه التدريسيون وخريجو المعاهد والجامعات في العراق ولا فرص عمل لديهم رغم جهودهم؟ أخي العزيز، هذا لا يخفى على أحد أن العملية السياسية بشخصها بآلياتها بارتباطاتها الخارجية ذهبت منذ بدايتها إلى أن تنهي كل شيء إيجابي وحضارة العراق، وإنهاء أهمية أو تراجع أهمية الأستاذ والإساءة له بشكل أو بآخر هي أحد البرامج التي يسعى لها خصوم العراق، لأن العلم هو أساس تقدم الأمم، وبالتالي الإساءة للعلماء يعني إساءة لأهم أسباب تقدم البلد، لذلك هم يسعون إلى ذلك جزء من ماهيتهم أو مهمتهم لإنهاء العراق وإنهاء دور الحضاري. طيب، أين الوعود التي أطلقتها الأحزاب قبيل الانتخابات النيابية السابقة بتأمين فرص عمل للشباب وللخريجين ولهذه الطبقة المهمة التي يحتاجها العراق اليوم في كل وجميع المجالات؟ بالتأكيد هي وعود كاذبة، والمشكلة تكمن ليس في القوى السياسية التي تكذب وتكذب على الناس بقدر ما هي المسألة أو الملامة تقع على الذين يذهبون إلى هذه الانتخابات وبعض الأساتذة الذين يطبلون ويزمرون لقوى سياسية فاعلة. المشكلة هنا تكمن أن يكون العراقي بشكل عام والمثقف العراقي هو جزء من منظومة خاطئة، لذلك نرى أن هكذا الأمور تمر بانسيابية، ونرى أيضا كما قال تقريركم تجاوز بعض الشرطة ومنهم أميين قد يكون على أساتذة حملت شهادات عليا وتخصصات نادرة. إذن هذه الخلل يكمن في القوى السياسية التي هي أساسا تكذب وتكذب، والذي يؤيد هذه القوى السياسية للأسف الشديد ويبقي على بقائها في حيث هي موجودة. هذه الشريحة في المجتمع المثقفة والتي حصلت على هذه الشهادات، كيف يمكن إقناعها بعدم الهجرة والخروج من العراق والسلطات فشلت بوضع برنامج تحفيزي لهم ووضع فرص عمل؟ هو إذا لم يجد الأستاذ الظرف الملائم للتعليم، أنا أقول للتعليم لأن الظرف العلمي أهم حتى من الظرف المادي رغم أهمية القضايا المادية في حياة الإنسان، ولكن لم يجد المؤسسة العلمية الرصينة ولم يجد المعايير العلمية لتعتمد، وليس كما حصل في البرلمان أخيرا اعتمد شهادات المزورة وخرجها ولم يكن هناك احترام حقيقي للأستاذ والعلم، أكيد الأستاذ سوف يلجأ إلى الهروب، أقل تقديرك يعطي رسالته بمكان آخر للأسف الشديد. الموازنة غريبة في العراق، أين الأموال التي تصرف والتي تخصصها الموازنة للخريجين ولفرص العمل إذا كان هذا العدد الكبير من الخريجين يجلسون دون عمل والخدمات بالعراق بهذا المستوى المتدني؟ للأسف الشديد حسب ما وردنا المعلومات أن مستوى التخصص للجوانب العلمية بالتربية والتعليم العالي هي أدنى مستويات الوزارات. إذا الدولة بشكل عام هي في طبيعتها معطي الحد الأدنى من المخصصات اللازمة لهذه الوزارتين. اثنين، الفساد المستشري في كل وزارات العراق بما فيها التعليم العالي والبحث العلمي والتربية كلها تذهب باتجاه تبديد الثروات وعدم اتجاهها بالسليم، ولذلك نرى الآن الأستاذ الإشراف على الطلبة لم يصرف لهم مخصصات، المحاضرات الإضافية لم يصرف لهم مخصصات، وهذه بالتأكيد ضرورية. الأستاذ ليس كموظف عادي ينتهي وجبة بالدوام الرسمي، لا، الأستاذ يبدأ يتابع، يشتري الكتب، يشتري المصادر، يشتري معلومات إضافية، فبحاجة إلى مادة لكي يطور ذاته باستمرار، وهنا يتم العجز ويتم الحالة السلبية. لذلك الأموال تبدد من الفاسدين وهي أساساً ضئيلة بالقياسات إلى بقية الوزارات. دكتور، غياب البرامج التحفيزية إلى أي مدى يمكن وضعها على أنه سياسة مقصودة وليس فوضى أو ليس تقصير، سياسة مقصودة وممنهجة رغم الحاجة الملحة لهم في كثير من قطاعات البلاد؟ الفرق بين أن نقول أنها سياسة ممنهجة ومعتمدة وبين أخطاء أو غير معتمدة هو مدى
وضع برامج موجودة حقا على الساحة ومتابعتها، بمعنى أن يضع الجهة الرسمية برنامج معين ثم يطبق ويراقب ويتابع، وإذا كان بحاجة إلى تطوير يطور. ولكن مشكلة ليس هناك برنامج حقيقي علمي قدم للوزارة أو الوزارات أو الأستاذ الجامعي، لذلك الرغبة في الإساءة للتعليم موجودة هي أساسا، ولا يدلل عليها إلا أن إرادة خارجية لكي تذهب العراق إلى خندق الجهل، وهذه إحدى الأساسيات التي يراد العراق به، يدخل الجهل والفقر والجوع، ذلك يضعف الإرادة العراقية. دكتور، يعني المتظاهرون لم يجدوا سوى التظاهرات والاعتصامات للتعبير عن حاجتهم ورغبتهم بالحصول على فرص العمل. وصلوا، ألا تعتقد أنهم وصلوا إلى قناعة بضرورة تغيير النظام السياسي في العراق وإسقاط العملية السياسية المدعومة أمميا بعد كل اليأس الذي وصلوا له بسبب التقصير الحكومي؟ الواقع يقول لابد أن يكون هم أول من يتنبأ إلى هذه الظهورة وليس آخر من يتنبأ كحقيقة واقعة، باعتبار أنهم يملكون قدرة على التحليل وعلى قراءة المستقبل وعلى معطيات وأخراجها بشكل ملائم. نعم. هذه هي الحقيقة الموجودة. نعم، العراق أجمع، الشعب العراقي بدون استثناء، أدرك ظهورة التغيير. وأنا أقول من هناك أحد الأساتذة الأكاديميين في العراق أن أقول علينا واجب مضاعف. نعم. واجب العلم الذي نحمله، واجب المواطن التي ننتمي لها، وبالتالي يجب أن يكون لنا دور فعال في تغيير المنظومة السياسية الخاطئة التي جثمت على صدور العراق منذ 2003 لحد الآن. دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. حياك الله.